خليني أن ألتقي بكم مرة أخرى سيادة الرئيس. نحن الآن نصادف خلال هذا اللقاء ذكرى 80 للعلاقة، لبداية العلاقة بين بلدين. خلال العقود الثمانية الماضية بلدينا مر بظروف معقدة جدا على المستوى الداخلي، وكان هناك الكثير من التموجات في الأوضاع الداخلية والتغيرات الجذرية التي عصفت بالبلدين، ولكن العلاقة بيننا لم تهتز أبدا خلال كل تلك الظروف، وهذا يدل على نضج الشعبين والبلدين والدولتين. ذلك أعتقد بتوقيت هذه الزيارة، بالظروف التي تمر بها منطقتكم، منطقة أوراسيا ومنطقتنا بشكل خاص، وبالتعقيدات الكثيرة التي تتسارع بشكل يومي، هذا اللقاء سيكون هام جدا لمناقشة كل التفاصيل والاحتمالات والحلول الممكنة من أجل مواجهة هذه المشاكل. شكرا لكم.